بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائي طلاب الصف الثاني الابتدائي، إن شاء الله النهاردة في الفيديو ده هكمل معاكم حل وشرح كتاب المعاصر. هنبدأ النهاردة بحل الأنشطة الامتحانات النهائية للترم الثاني. هنبدأ دلوقتي بالامتحان الأول، بيقول لي listen and write the missing sound، يعني استمع واكتب الحرف او الصوت الناقص. عندنا دلوقتي كلمة soil، soil اللي هي تربة S-O-I-L، كلمة ده يمين right R-I-G-H-T، train T-R-A-I-N اللي هي قطار، night الليل N-I-G-H-T، read and circle هنا grapes، grapes يعني ايه؟ عنب، هذه العنب. goal يعني مرمى، هناخد الأخيرة. السؤال اللي بعده look read and match، اقرأ هنا انظر اقرأ ووصل. في عندي دلوقتي ثلاث كلمات وفي عندي أربع صور. wardrobe يعني خزينة الملابس، bench يعني مقعد يبقى في الجناين، wall اللي هو الصوف اللي هي الأولى. السؤال اللي بعده look and circle، الصورة دي صورة ايه؟ ها يا ترى goat ولا sheep، معزة ولا خروف؟ طبعا معزة. اتنين صورة ايه ده؟ carpenter نجار ولا firefighter رجل اطفاء؟ رجل اطفاء. بعد كده هنا بقول لك ايه؟ انظر واكمل، عايز ارتب دي. عندنا دي ورقة، ورقة يعني ايه؟ paper B-A-B-E-R، بقرة كاو سي او دبليو، مركب بوت بي او اي تي، لوك ريد اند كومبليت. عندنا بارك حديقة، كاوتش يعني كنبة، ارمي تشير كرسي بمساند او بسندات او بزراعين. هنا عندنا دلوقتي اي هاف ا او ان ان ماي ليفينج روم، يبقى انا هاخد ايه دلوقتي؟ هاخد ايه؟ انا هاخد اللي هي ارمي تشير اللي هو كرسي، حط هنا اللي هو كرسي انتريه. I am in the park، بارك دي هتبقى اتنين نحطها هنا. السؤال اللي بعده read order and write has toy the boy a، عايز اقول the boy has a toy، الولد معه لعبة. is how is this my، يبقى this is my house، هذا منزلي. الامتحان الثاني listen and write، هنا كيك سي اي كي اي، بلاي بي ال اي واي، كار سي اي ار، ستار اس تي اي ار اللي هي النجمه، ريد اند سيركل، كوين يعني عمله معدنيه اللي هي دي اللي هو الجنيه، بيكتشر صوره اللي هي الأولانية. عايزين نوصل هنا look read and match، wave wave يعني موجة في البحر، lift يعني شمال اللي هي الإشارة اللي مودية شمال، tree يعني شجرة، read and choose. رقم واحد are ولا is، there a flower، هنا a flower مفرد يبقى ناخد is الأولى، يبقى is there a flower. اتنين I have a couch in my، أنا عندي كنبة فين؟ living room ولا kitchen؟ طبعا living room اللي هي غرفة الجلوس أو المعيشة. تلاتة he eats ولا drives the car home، تاخد drives يعني يسوق السيارة إلى بيته. هنا أربعة أدق البطة gives us وطينة، meat اللحمة and eggs والبيض. look and circle، الصورة دي بارك ولا ميوزيوم؟ بارك اللي هي حديقة، أما ميوزيوم ده متحف متنفعش. الصورة دي باك شنطة ولا نوت بوك كراسة؟ طبعا دي كراسة. هنا عايز أرتب دي يعني إيه؟ بطة، بطة يعني دك دي يو سي كي،
ماء يعني water water شمس يعني sun sun look read and complete taxi drives rides he not his bike اللي هي بايسكل يبقى هي ايه رايدز يركب دراجة دي تحط في الاول واحد طيب هنا منى تيجز a taxi يعني تستقل التاكسي حط هنا هنا البانكشويت الاي بتاع اول حرف الجملة ار لازم اكتبه كابتل الاي ار زير اني باجز وفي الاخر علامة ايه استفهام عشان الجملة بادئة بايه بار وار يعني هل كوبي ده سؤال خط بكتبه واحسن خطي اي هاف ا توي ترين انا عندي قطار لعبه اكتيفيتي 3 listen and write the missing sound هنا boy ولد b o y window w i n d o w coin c o i n اللي هي العمله nose يعني انف n o s e read and circle corn يعني ذره كوز ذره اللي هي في النص عايزين بقى نحفظ الكلمات كويس money يعني نقود اللي هي الاولانيه فلوس بنش يعني مقعد read the passage يعني اقرا القطعه and take right or wrong يعني احط صح او غلط خلي بالكم معايا يا اولاد we are at a stationery shop نحن نكون في محل ادوات مدرسيه الادوات a stationery shop that sells يبيع toys لعب اطفال and school items وادوات مدرسيه there are blue pencil cases يوجد مقلمات زرقاء there aren't any black beans لا يوجد اقلام جاف سوداء there are blue beans يوجد اقلام زرقاء and red beans واقلام حمراء الاسئله 1 a stationery shop محل بيع الادوات sells clothes بيبيع ملابس طبعا الاجابه غلط 2 there are black beans يوجد اقلام جاف سوداء قال لي طبعا هنا لا يبقى ناخد برضو غلط there are blue pencil cases يوجد مقلمات زرقاء دي صح قال لي عليها يا اولاد السؤال اللي بعده read order اقرا ورتب match shoes are the how how much are the shoes كم ثمن الحذاء look and circle نبص على الصورة كويس يا ترى دي بيدروم ولا كيتشن طبعا هي كيتشن يعني مطبخ الصورة الثانية دي ديزرت صحراء ولا بلاي جراوند ملعب طبعا دي صحراء ديزرت هنا عايزين نرتب دي وردة فلاور اف ال او دبليو اي ار مقص سيزر اس سي اي اس اس او ار اس تاكسي تي اي اكس اي Look, read and complete. Currency يعني عملة. عملة. Flag علم. Night الليل. نبص على الصور. دي صورة الليل. The night is dark. يبقى الليل. يكون ظلام. حطها هنا كده. The pound الجنيه is our currency. عملتنا. سؤال كوبي ذا بولوينج انسخ الجمله يعني خط animals need shelter حيوانات تحتاج الى مأوى مكان يعيشوا فيه بانشويت الاي كابيتال عشان اول حرف الجمله في الاخر بالستوب يبقى it is a couch انها كنبه امتحان الرابع listen and write the missing sound sky سكي واي سماء say يقول سي واي car سي اي ار رينبو قوس قزح R E I N B O W read and circle library مكتبة اللي في النص armchair كرسي انتري اللي هو الاولاني ده look and write a sentence انظر واكتب جملة this is a farm هذه مزرعة
This is a restaurant. هذا مطعم. Read and choose. Is there a... هنا حرف الـ A بيأتي بعده مفرد. يبقى ناخد 3. هل هذه شجرة؟ هل يوجد شجرة؟ A nut gives us milk. تعطينا اللبن. Chicken ولا cow؟ طبعا cow البقرة. We swim at the... نحن نعوم فين؟ At the beach في الشاطئ. A nut is water that moves. هو ماء يتحرك. Wave موجة. Look and circle. صورة ايه دي؟ Tree ولا flower؟ طبعا flower وردة. دي صورة ايه؟ سيتي مدينة ولا اوزيس واحة؟ هنا رتب. Store اللي هو متجر. STORE يعوم يعني swim. SWIM دولاب يعني cupboard. CUBBOARD Look, read and write. TV تلفزيون. Binge يعني مقعد. Farmer فلاح. هنا دلوقتي there is a nut in the bar. يوجد بنج. يبقى دي تبقى واحد. تبقى هنا. The nut has many animals. مين بقى الفلاح؟ يبقى the farmer تبقى هنا. Has many animals. عنده كثير من الحيوانات. Read and match. اقرأ ووصل. We eat food. نحن نأكل الطعام. فين بقى؟ At the restaurant. ممكن أوصل وممكن أرقم. براحتي. Money is الفلوس is very useful in our world. مهمة جدا في عالمنا. يبقى أنا أكتب هنا 2 يا إما أوصلها. Animals need الحيوانات تحتاج إلى إيه؟ إلى مأوى shelter. يبقى دي 3. الامتحان الخامس برضو الحروف الناقص. روز زهرة R O S E. Arm زراع A R M. Toys T O Y S لعب أطفال. 40 40 F O R T Y. Read and circle. River river يعني إيه؟ نهر. أنا هاخد اللي في النص. Paper يعني جريدة. أنا هاخد اللي في النص. Look read and match. Plane يعني طيارة. Walk يعني يمشي. Milk يعني لبن. Read order and write. Is سيوة beautiful. يبقى سيوة is beautiful. ها هنا واحد. سيوة جميلة جدا. Do where swim you. Where do you swim. أين تعوم. Look and circle. صورة دي صورة ايه؟ house ولا desert. طبعا الأولانية house منزل. صورة دي صورة ايه؟ star ولا square. star يعني نجمة. أما square مربع. Look انظر ورتب. Face F-A-C-E. Bed B-E-D. Beach B-E-A-C-H اللي هو الشاطئ. Look read and complete. Hen دجاجة. Firefighter رجل إطفاء. Sheep يعني خروف. أولاني ده the نقط helps us. يبقى the firefighter اللي هو رجل إطفاء بيساعدنا. نكتب هنا. A نقط gives us egg. Eggs بتدينا البيض. يبقى دي الدجاجة. واكتبها هنا كده. Punctuate الاي طبعا كابيتال. I have a wardrobe in my balcony في الاخر في الستوب. كوبي ده انسى. سؤال خط. My school is in front of the park. مدرستي امام الحديقه. امتحان السادس برضه listen and write. هنا goal جي او اي ال. هوم اتش او ام اي اللي هو المنزل او البيت. يلو واي اي ال ال او دبليو دول اللون الاصفر. بوي ولد بي او واي. ريد اند سيركل. لايبراري مكتبه. المكتبه طبعا الاولانيه. ارو سهم اللي في النص. لوك ريد اند ماتش. دك بطه دك عند البط. هنا بلاستيك وباوند. باوند يعني الجنيه. وطبعا بلاستيك اللي هي الاولانيه مصنوع من البلاستيك. Read and choose. How نقط horses are there. الإجابة there are 25 horses. يوجد 25. يبقى how many. كم عدد الخيول. Don't نقط the flowers. Don't a big الأولى لأن ده جملة أمرية منفية. لا تقطف الورد. I can read books at a library. أنا أستطيع أن أقرأ الكتب في المكتبة. Achieve الخروف gives us
وود ولا وول؟ وود يعني خشب، وول يعني صوف. يبقى الأخيرة. Look and circle. دي صورة إيه؟ Water ولا oil؟ زيت طبعًا. لأن مش مية. ده إيه؟ هوم ولا ريمبو قوس قزح؟ طبعًا هوم. السؤال اللي بعده. رتب. School. SCHOOL. مدرسة. دي ستريت يعني خط مستقيم. ستريت. STRAIGHT. هنا مزرعة. فارم. FARM. Look, read and complete. شارب نار براية. 76 76 67 67. هنا دلوقتي نقط is made of metal and plastic. هي ايه بقى؟ شارب نار اللي هي البراية. كتب هنا مصنوعة من المعدن والبلاستيك. 50 plus 20 يعني 50 زائد 20 بتساوي هنا 5. هنا ماشي plus 5 بلو هنا بلس 1 از يبقى عندنا دلوقتي 76 ادي اللي هي دي تبقى 2 دي هنكتبها طبعا هنا. The museum is next to my village. طبعا ده خط المتحف بجوار قريتي. هنا برضو خط remember to protect our environment. برضو ده خط الامتحان السابع. هنا بارك بي اي ار كي يعني حديقة عامة. سبورتس سي بي او ار تي اس العاب رياضية. فاير فايتر اف اي ار اي اف اي جي اتش تي اي ار رجل اطفاء. تيل يعني زيل تي اي اي ال. ريد اند سيركل كمبيوتر طبعا اللي في النص. فلاورز زهور اخيرة. لوك اند ريد اند ماتش لوك ريد اند ماتش وصل. اي تي ده طبعا 80. ليمنز اللي هو الليمون. تراش كان صندوق القمامة أولانية. Read the passage and take right or wrong. I live in a village. أعيش في قرية. It's small. إنها صغيرة. There are trees and farms. يوجد بها أشجار ومزارع. I can play with the animals. أستطيع أن ألعب مع الحيوانات. On the farm في المزرعة. رقم واحد I live in a city أعيش في مدينة. طبعا الإجابة غلط. ليه؟ لأن أنا بعيش في قرية. I can play with my friends on the farm أستطيع أن ألعب مع أصحابي في المزرعة. دي برضو غلط. ليه؟ لأنه قال أنا بلعب مع الحيوانات. There are trees and farms in the village يوجد شجر ومزارع في القرية. صح. Look and circle. Cat ولا هن؟ أكيد هن اللي هي الدجاجة. هنا دي الصورة. Store يعني متجر ولا library مكتبة؟ Store متجر. هنا دي river river نهر. Couch couch كنبة. Bot إناء bot. عايزين هنا look read and complete. Cow بقرة. Walks يمشي. Sheep خروف. A gives us wool يبقى مين؟ شيب الخروف. واكتبه هنا. سما هوم يبقى ووكز هوم يعني بتمشي الى المنزل. لوك اند تيك رايت. هنا دي ايه؟ بينز ولا كالكوليترز الات حاسبه. دي صوره ايه؟ بينج ولا تري؟ بينج اللي هو مقعد. دي صوره ايه؟ بارك ولا ميوزيوم؟ طبعا دي ايه؟ ميوزيوم يعني متحف. امتحان الثامن. هنا listen and write. Point تشير b o i n t. Arrow a r r o w. Tail زيل t a i l. Horse حصان h o r s e. Read and circle. Bedroom حجرة النوم. هتبقى الف النص. Apartment شقة تبقى الأخيرة. Look read and match. بينج يعني مقعد. بايسكل بالدراجة. بيتش يعني الشاطئ. ريد اند تشوز. ات بتاخد على طول از. ات از ابيد انه سرير. اتنين اي لايك تو ات. كيك ولا كاوتش؟ طبعا كيك اللي هو الكعك. عمرو نقط هيز بايسكل هوم.
عايز اقول رايدز، يركب دراجته الى البيت. اربعه، وي كان سويم ات ذا بيتش، نستطيع السباحه في الشاطئ. لوك اند سيركل، الصوره دي ارم تشير ولا كاوتش؟ طبعا ارم تشير. الصوره دي ابلز ولا بانانز؟ بانانز. هنا شباك ويندو W I N D O W، جنيه باوند B O U N D، لعب أطفال تويز T O Y S. لوك ريد أند كومبليت، تي في تلفزيون، وير دروب دولاب، فارم مزرعة، ذير إز أ فارم اللي هي المزرعة كتب هنا. أي بوت ماي كلوس، أضع ملابسي إن ذا وير دروب في الدولاب، حط هنا. بانشويت الدبليو طبعا كابيتال في الاخر علامه استفهام عشان ده سؤال. وير از ذا ستور، اين المتجر؟ كوبي ده سؤال خط بنكتبه زي ما هو. سليم تيكز ا تاكسي، سليم يركب تاكسي واحطه في الاخر فول ستوب. وبكده اعزائي تلاميذ الصف الثاني انتهينا من حل الايه الاختبارات بتاع المعاصر للترم الثاني. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.